أنا الملازم أول بشار العلي قائد حاجز في المشفى الوطني في حمص. وخلاف لجميع القوانين والأنظمة اتخذ الجيش السوري هذا المشفى وتدرس به، وكانت تتم عمليات قنص للمواطنين من خلاله. وعندما هاجمتنا كتائب الفاروق لتحرير المشفى الوطني بتاريخ 2/4/2012 اتصل بي وزير الدفاع العماد داود راجحة وطلب مني المقاومة مدعيا بقدوم التعزيزات لفك الحصار الذي دام لثلاثة أيام، ولكنه تخلى عنا مع العلم أن فرع المخابرات الجوي يبعد حوالي 500 متر شمال المشفى، وقيادة الشرطة تبعد أيضا حوالي 500 متر جنوبا. كلمة أخيرة أوجهها لإخواني الضباط في الجيش السوري الذين يهدمون هذا البلد بأن أدعوهم إلى التسليم وعدم الانجرار وراء هذا النظام.